عندما يجد الجموع المحتشدة حول الكعبة وكأنها تتلاصق وكأنها جاءت لتعبر أمام الله عز وجل عن تضامنها الحقيقي، ثم نتأمل في الواقع الذي يفور ويثور وراء ذلك، وإذا بالدماء تنساب بين الإخوة، وإذا بآلاف القتلى يتطوحون هنا وهناك. ماذا يعني هذا كله أمام هذا التلاقي حول بيت الله الحرام؟ أما ينبغي أن يخجل هؤلاء الناس عندما يتحدثون عن الحج؟ أنا أعلم أنكم وأنتم تعلمون أننا جميعا سنسمع في مساء هذا اليوم كلمات الدول العربية والإسلامية، كل ينطق باسم دولته، يتحدث عن الإسلام، يتحدث عن الحج، يتحدث عن عرفة. صوت اليمن ستسمعونه اليوم، وصوت مصر، وصوت شمال إفريقيا بكل جهاته، وصوت الأفغانيين ربما، وأصوات كثيرة وكثيرة ستسمعونها. فإن أصغيت أطربك ما تسمع، كل يتكلم عن الإسلام وكيف أنه يجمع من نثار ويؤلف القلوب من شتات، ولكنك تلتفت إلى الواقع فتجد شيئا مخزيا. ألا ليت أن يوم لم نشأ أن نتحول عن واقعنا المخزي، ليت أننا صمتنا، وليت أننا لم نتفاخر ونتباهى بكلام يكذبه واقعنا، حتى غدا كلامنا أشبه بالسخرية منه بالجد.